السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، حياكم الله. رمضان كريم عليكم، رمضان الصحة، رمضان العافية. اليوم جايكم سالفة من سوالف السحرة والدجلة والكذابين اللي أذوا الناس. أكو مرأة ورجال عندهم بنية، وهاي البنية ياهل تقدم لها أهلها يرفضون. البنية يوم من الأيام حب الشاب بالكلية وجا تقدم لها وأبوها رفض. البنية تقبلت، شو تسوي؟ قالت صديقاتها أنا هيك وهيك. واحدة من صديقاتها قالت لها ليش ما أوديك على معباس السحارة؟ البنية كيفت، قالت لها على وا. راحوا لهم عباس السحارة قعدوا يمها، سلام عليكم السلام. البنية قالت لها أنا ياهل تقدم لي أبويا يرفض، أريد تعطيني شيء بحيث أسكت الأبويا. أم عباس قالت لها تدللين بس شوية الموضوع مكلف. إيش قد يكلف؟ يكلف مليون. البنية انطت لهم عباس مليون، قلت راح انطش خلطة، هاي الخلطة مدة 5 أيام يومية ويا الأكيد تخليها. راحت البنية خلت الأبوها هاي الخلطة يومية ويا الأكل. 5 يوم والبنية تقعد بأبوها ما يقعد، أبوها توفى بسبب السحر سوته مع عباس. والبنية انتهت حياتها وخسرت أبوها وخسرت الشاب الرادت تتزوجه. احنا اليوم مع الأسف نلجأ لهاي الحلول، المفروض نلجأ للحلول الصحيحة اللي توعينا اللي تمشينا بالطريق الصحيح. هسه خلينا نروح للزميلة إيناس الصافي وللسحار أم عباس وللسحار أبو قصبة. اليوم الضيفة كلش مهمة، النائبة صباح التميمي. خلينا نروح للنائبة صباح التميمي ونشوف شنو راح يصير وياها من بعد ما نشوف أم عباس السحارة وأبو قصبة. خليكم ويانا. مساء الخير ومساء العافية ومساء المحبة على عيون مشاهدينا، مشاهدي قناة زاغروس الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج كشف المستور. ضيوف حلقتنا لهذا اليوم جدا مميزين. نرحب بالنائبة الدكتورة صباح التميمي. مساء الخير. اهلا حبيبتي، نورتينا ونورتي قناة زاغروس. شكرا شكرا من قناتكم. منك. وينضم إلينا المعالج الروحاني أبو قصبة. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك. الله يخليك. وتنضم إلينا السحارة أم عباس. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بيك، نورتينا. النور نورك يا عيني. حلقتنا لهذا اليوم راح نكشف عن أمور أضرت بالمجتمع، أضرت بالعوائل وهجمت بيوت، وهو السحر والشعوذة. أبيك أبويه. نعم. أهلا أولا، لا سحارة ولا مشعوذين، أنا العالم الروحاني أبو قصبة. ما يطلع هذا الكلام. حاضر نعيده، وهسه نصح المخرج ونعيده. تدلل حبيبتي، قلتي سحارة، أنا روحانية، شنو سحارة؟ يا عيني يا أم عباس، هذا الاسم العالم كلها تعرفه حتى على مستوى الوطن العربي. لا حبيبتي، روحانية، روحانية تختلف عن السحارة. تدللين. مخرجنا من رخصتك ممكن نعيد، اعترضوا على الأسماء والألقاب اللي انذكرت. بالبداية السلام عليكم. عليكم السلام. صباح، جدا نعتذر عن الشيء صار. وأستاذ شيخنا العزيز، يعني شنو التلاؤم والتوأمة بيني وبينهم حتى أكون يكونون وياي بالحلقة؟ آسفة، مع احترامي لهم. احنا برنامجنا هدفه اجتماعي. اجتماعي ولكشف وننقل صورة بالضبط. طبعا. حبيبي شنو سحارة؟ عين استاذ سيدي المخرج، انت شنو سحارة؟ شو يعني تهمت ايدها؟ انا روحانية وتجي تعتذر من عندها واسف وما ادري شنو. الاسم المعروف عنك دائما شنو؟ ام عباس الروحانية، ماكو سحارة. ام عباس السحارة. لا عيني ماكو هيك شيء. شنو عفوا اهدي اهدي يا ام عباس. حبيبتي انت اتفقت وياي واتصلتي، شنو يقعدون يهونون سحارة؟ عزيزتي قلنا راح نعيد بس اهدي، هاي بدايه الحلقه. ويعتذر من عندها؟ ما يعتذر من عندنا، انتم غلطتوا بحقنا، حقي وحقه. اكو معلومه بس استاذ خطيه دا يروح للامارات. اكو معلومه، يعني انا معروف مخرج، انت مخرج ومثقف وشاب، تعترف شيء اسمه ام عباس وروحاني وسحاره؟ ليش شبيها عين ام عباس؟ لا تستهزئين بينا. لا لا ما استهزئ باي انسان، بس ناس تضحك على الناس باسم السحر. كلكم محترمين. شنو هاي شيخنا؟ اهدأ. عجيب. خلينا نكمل الحلقه. تمام. والله ضحكتوني. ليش هالطاقه السلبيه؟ خلينا شويه عن سوء التفاهم اللي صار. اعتذر منها عافيه. انوسه حبيبتي حنعيد. انتم ما تصورون وهم يتدللون علينا. شكرا حبيبتي، يتدللون علينا. انا ليش كذبتي زين انت؟ لا ليش كذبتي؟ بعد نحن حبيبتي ما كذبت. انت كذابه. انا كذابه؟ ماكو قمر يكذب ابد، ماكو.
حتى القمر ما يشوف علي كاني ما اعترف لا ولا بيها ولا اكو شيء اسمه حتى ما تعترفين بيها اعترف بي اخذ لك خيره ما خليش تعترفين بيها يضحك عليك تاخذ لي خيره ما يخالف راضي اذا هيك حلاه يضحك علي كل شيء راضي انا يا موت كرفك موت كانك مي بيت انت دي موت كرفك رجالش كبرك قمر قمر ما يكذب ومتاتو من هاي مناظرك الشعب سويتوا دم حفافه ولا دم قصار لا حبيبتي عمري انت اهدي اهدي زاحف اهدو حتى زاحف سحال روحه ما تنتحف زاحف بس اسالك سؤال هذا تاتو تمساح هذا تاتو هذا تاتو لا لا تموت ما تقلق والله سمت وانسى يعني انا بلح اقوم واترك البرنامج طولي بالك ويانا هسه راح نبدي الحلقه يلا استاذ يلا جاهزين مصورين ستاند باي سبحتك لا توقع عافيه فدوى الك 1 اكشن مساء الخير ومساء العافية ومساء المحبة على عيون مشاهدينا مشاهدي قناة زاغروس الفضائية وحلقة جديدة من برنامج كشف المستور ضيوف حلقتنا لهذا اليوم جدا رائعين نتعرف على حضراتهم الدكتورة نائبة صباح التميمي مساء الخير أهلا وسهلا حبيبتي نورتينا ونورتي قناة زاغروس شكرا شنو هالجمال هذا شكرا حبيبتي وينضم إلينا المعالج الروحاني أبو قصبة نقول له مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام والرحمة مساء الخير عليك وعلى ست صباح وعلى كل الضيوف الموجودين المشاهدين لا تنساهم وعلى كل المشاهدين فقط بس وأنا همة محتاجة تنضم إلينا المعالج الروحاني أم عباس مساء الخير أم عباس مساء النور هلا بعد روح بعد قلب نورتينا حبيبتي هلا يا عمري في دول هبطل خليك يا رب حلقتنا لهذا اليوم راح نكشف أمور أضرت بالمجتمع وبالشعب وبالشباب وبالبنات وهو السحر والشعوذة ست صباح هل تؤمنين بالسحر والشعوذة؟ لا أبداً أبداً شايلته من قاموس حياتي بس هو دكتورة مذكورة وما أحترم أحد يؤمن به أؤمن بالله فقط أكيد ونعم بالله وكل شيء بعلم الله أما يعني غير الأمور أبداً اكو فئه من الناس ترى عندها ادمان هذا الموضوع وتراجع له ويدفعون مبالغ ماديه شوفي تابعي من الجهله اول مره الجهل اللي هو يولد الفقر هذا كله هو يخليهم يؤمنون بهاي الاشياء ماكو علم ماكو ثقافه فاستغرب على رجال او نساء او اي احد انه يؤمن بهذا الشيء هو كله كذبه ما لها اي صحه ابدا ابدا واللي يصدقها انسان جاهل حلو شيخنا انت اكيد يعني تناقشنا انا وياك انه قلت لي عندك يجوك مراجعين اسماء مشهوره طبعاً. ناس طبعاً. معروفه طبعاً. وتدفع مبالغ هائله عندك أيه. بس قبل لا اسولف على المراجعين انت خبرتيني قبل 3 ايام انا كنت بدبي كان اكو واحد من ذول الخلايجه. انت كنت بدبي؟ اي من قلت لي صباح التميمي وياك انا كيفت لو ما كيفت؟ اي انا ما اطلع لقاءات كيفت. قلت له انا كلش احب هالصباح من زمان. انا احبك. يسلمك يعني حب متبادل طلع. ان شاء الله على راسي ابويا جدي عادي. ابوك ليش ترى بعدني شاباني. ايه بس ابدل النظارات وازرع شعرات وارجع شباب. ان شاء الله. المهم تمام يجوني وزراء انا هواي أوكي. المهم خلينا نكمل مال دبي اي هو صاير وزير ليش يجيك؟ هو وزير يطمع يريد يصير رئيس وزراء شنو هاي ليش ايش تحجون؟ اجاني وزير ايش راد يصير؟ ايه راد يصير رئيس وزراء والله قال لي باقي انا على الحافه واقف خطيه على الحافه خرزه مثل هاي اعطيت اياه مثل هاي الخرزه شوفيها انت منين جايبها هاي الخرزه؟ هاي هاي على بالي هاي تنحط على الحذاء اسفه يعني. هاي جبتها هديه سي الصباح هاي مال مناصب خليها الك ايش قد قيمتها هاي شيخ هاي مو هاي سعرها دفتر اي شو سوى هاي الخرزه هاي شيلها بجيب السياسي شفتي لين قلت لي راح تكون صباح وياني قلت لك محضرها مفاجاه لا محضرها مفاجاه هاي السياسي يشيلها بجيبه ايه تقوم تجيني فلوس هيك امتلتله ويستلم بيها منصب همين هاي أه. المناصب ايه زين شيخ انت شنو هاي المحابس اللي لابسها بايديك هذا المحبس ضد الرصاص ايه
ليش ضد الرصاص يعني تلبس محتسب؟ يعني مرات تصير عركة بالمناطق الشعبية. ايه من طب بيناتهم وانا الطلقة زين ليش هاي ايدك ترجف؟ وهاي ايدك ما ترجف؟ مو هاي بيها جلطة هاي. ها. ايه. ها. على ايد وايد. لا هاي جلطة بهاي الايد. ايه. لكن يوم كنت اراجع دكتور جملة عصبية قال لي عندك جلطة بهاي الايد. جوازك جايبه وياك؟ صدق رايح الدبي؟ الدبي يعني الخليج كلهم يعرفوني. ليش تتعمقين بتفاصيل؟ ايش عجب؟ ويعجبني حتى اؤمن بيك. تعرفين انا كلش احبك من زمان. وانا ما احبك. انت القمر. شكرا. يعني انا اذا توقفون تصوير انا اقول لك كلمه يعني ناخذ فاصل من الحلقه احكي لها اقول لك كلمه وكلام حضر الهيئة. ورا الحلقه ورا الحلقه. كمل لنا على محابسك شيخ. هذا ضد الرصاص. اي وهذا مال محبه. يعني يحبون الرجال. يعني هسه اذا اضربك طلقه ما تموت؟ هذا المحبس؟ اي معلش. ما اقتنع بهذا الفيديو مال الدجاجه. اضربيني طلقه هذا شوفيه. يروح. ضربه طلقه تشطح الطلقه ما تجيبيه. اذا تريدين جربي. ان شاء الله بالله استوب حتى نضربه طلقه. بالسكينه. بالسكينه؟ ايه. وقف التصوير خلي اشوفه. اقول لك انا عندي جني اي واحد يتقرب مني بمسافه. والله تجيبهم علي الجني مالتك. اذا عدو يتقرب علي المسافه ما يقدر يوقف يوقع يتخربط. والله. اي كلها تعرف ابو قصبه منه. هو من اسمك مو قانون يا رب. خلينا نرجع نكمل على الوزراء سالتيني مو؟ تمام. اني اذا مخفين تصوير عندي حكاني وياها خاص. كمل يعني. يا عيني قلنا من تخلص الحلقه. عباس تزعل. ايه. اني راجعني الوزير. ليش ازعل عيني؟ بس لا تكبين عليه. ايه كمل كمل. ايش فيك كلت روحك؟ انت اصلا بدون ما اضربك طلقه انت انضربت طلقه بقلبك من دار فرق. اي انضربت جمالك وحسنك وضربت الطلقه وهاي انت انضربت طلقه هاي ايش فيك؟ لا تروح تموت خل تخلص الحلقه حتى تولي لاهلك. انت لو شايفه زوجتي يا ماك لو شايفه يا زوجتي لو شايفه زوجتي انا زوجتي يمي يمي احتياج لو شايفه زوجتي تبكين علي ضيم. على زوجتي لو شايفه زوجتي حلوه تلعب النفس. عمي هنا الجمال. صوروا صوروا حكى على زوجتي حتى تشوف خلي تشوف زوجتي. حياتي ما شايفيك قمر. بحياتي. هسه تكمل لنا على موضوع الوزراء اللي انت ذكرته. جاني ذاك اليوم وزير خطيه يبكي. يبكي؟ اي قعد في القاعه يبكي. الوزير يبكي يمه. يريد منصب خطيه قال لي راح. مو وزير جيرك منصب. راد يطلعوه راد يطلعوه صارت له مشكله طلعت عليه ملفات فساد. قال لي خلصته لزموني راح انسجن. وخلصته؟ خلصته اعطيته خرزه. طاك دفتر؟ وخلصته. لا لا سويتها لله سبحانه وتعالى ما اخذت. انا احب السياسيين. زين. خص النساء. كلش احبهن. ام عباس عيوني. عيني. يقولون انتو ترجعين المطلقة رجلها اللي ما تخلصت تحبل اللي ما متزوجة زوجيها. احكي لنا شوية عني ليه راجعوك. حبيبتي انا كثير من الناس راجعوني ومن ضمنهم حضرة الدكتور اللي هسه ما تؤمن بهيك شغلات ولا تعترف بهيك شغلات. زين قولي لها ايش كان راجعتك على الفوز لو على طلاق لو على زواج؟ لا على الفوز ومرتين خليتك تفوزي. انت خليتي اي تتذكرين من اتفقت وياك على 10 دفاتر؟ 10 دفاتر؟ انطيتيني تذكرت رجعي لي اياهن. زين وظلن رجعين اياهن ظلن دفترين. تذكرت هسه تذكرت انا رجعت اياهن هسه تذكرت. انت كافي سحلت روحك ايش بيك دوقف لا تروح تدي 10 دفاتر. انا شوف التلفت وهذا المحبس المحبس هذا انا نطيته اياه. زين والله صديقتي نائبه وياي هدت لي انا بس اصعد منصب عباس تهدين دايمون. اسمعي انا من اصعد منصب انا راح اوصلك وراح اصعدك. شو هي بس طلعت من عندي صعدت بالانتخابات ولزم التليفون وغلقي اتصل اريد يعني خافت منك وغلقت التليفون. ليش جات اليوم اذا ناطيتك العشر دفاتر شو تريدين مني بعد؟ ليش من خابرتينا انا جيت اريد افضحها قدام الناس اريد حقي حقي اريد حقي. يعني هسه تقولين غلقت خطها خافت منك يعني؟ اي لا حتى ما تعطيني دفترين الباقن عليها. يعني هسه يوم قدم وصلتك؟ اريدهن انا ما فزت. شنو ليش فزتي؟ لا ما فزت. لا فزتي حبيبي والله ما فزت. لا فزتي وغلقتي تليفونك حتى رقمك غيرتي ليش؟ ما غيرت كلهم ورا بعض. ليش توفقين اذا هيجي انت ليش؟ حرام عليك وهسه ما تامنين؟
يعني هسه انت اللي مصادس الصباح. هي صادتني. لا شهاتي ولا خدمات ولا الناس لا ولا جهودي وعباس الروحانيه. ترى عباس هاي كلمه متداوله يعني يضحكون بها الناس. لا حبيبتي لا عاد ليش انت وجيتي اذا يضحكون؟ احنا ما جايه لكم، هي جايه برنامج. قالوا برنامج اجتماعي. انا مو قصدي على هاي. ليش اجتني للمكتب مالتي؟ عندك مكتب؟ انت عندك مكتب؟ اي ليش لا؟ لعدي ما تندلي، مو من جهتي تتوسلين وتبكين ودموعك وقاتل روحك. اروح لك بدوه وعباس اشتري بس اصعد بس اصعد وعباس ابد ما اخليك تحتاجين شيء. ام عباس افتح لك بكل مكان مكتب. يعني دكتوره واستاذه جامعيه شو تريد يعني تصعد؟ اسوي لك دعايه. مو صعود، انا اسوي لك دعايه. اي انت قلتي، اي قلت كلهم البرلمانيين راح اقول عباس اللي صعدتني. اه نسيتي هذا؟ ايه اسوي لك ماركتينج وتفضح نفسها يعني ام عباس هي من الممكن يعني واقول اني اروح السحارة. شفتي اصدقائها المقربين هي قالت لي حبيبتي شنو تكذبيني النوبه لا بقلك كل احترام ام عباس بس هو هذا نقاش فلا تعصبي. عندك حساب وانا ادفع؟ تقدرين تاخذي لها خير ام عباس؟ سمعي ايش عندك حساب يمها انا ادفعه؟ تعطيني المحبس مالك. طافي المحبس اطلبها دفترين يلا انا ادفعهن. هسه خابر مدير اعمالي. يلا خابر مدير اعمالي خابر اريد دفترين مالتي البقر. هسه من تخلص الحلقه خابر انا ادفعهن. ايش قد يعني 20000 دولار؟ اي ها مو دولار نازل فيعني اوكي ادفع لها قلبي. انا اصرف لك اياه، اصرف لك اياه على 102. ادفع لك قلبي هاني. لا حبيبتي دولار دولار حسب سعر الصرف. لا حبيبتي اتفقنا دولار. لا حبيبتي كل شيء يصير جوز يصعد. مين جايبيه؟ الجوز يصعد الدولار. زين شنو رايك ام عباس تاخذي لها خيره؟ هسه مو شيخ هنا اخذ لها خيره، اخذي لها انت هم خيره. باع علي. ايش قد ما انت جميله، ايش قد ما انت حلوه، ايش قد يعني تتمنين انه انسان يكون صادق وياك بس الكل الجميع ويا الكل بس ابد ما عندك حظ ومن اقرب الناس الك دائما يحفرون وراك. اي اي بعد اعطيني شيء جديد. احلامك دائما الحلم الزين دائما من تصحين تنسيه بس الاحلام اللي بيها شؤم وبيها فالشغلات مو زينه دائما تتذكريها. عندك الم بركبتك اليمنى؟ لا باليسرى. لا باليمنى باليسرى. انت حتى اشرتي قلتي باليمنى شنو؟ حتى شفتي ماني وياك عم بطيش رجليني اني ها؟ وتمين لك رجلين كل ساعه توقع تطيها رجلينك. زين ام عباس حبيبتي عندك قدره وامكانيه انت تثبتين لي يعني إلي ولست صباح وللمشاهدين أجمع عندك قدرة وإمكانية إنه تأخذين أو تسوين فد عمل على الشاشة؟ طبعاً. يعني هسه لو يجي أحد يعني مثلاً تفتحي له فال تأخذي له خيرة تسوي له؟ مستعدة مستعدة أي شخص تجيبيه هسه أقول لك. يعني عندك هاي القدرة؟ مستعدة أخذ له يعني خيرة وتعرفين إنه أنا صادقة ولا كاذبة؟ لا مو المهم أني. بس المهم المجتمع ما يصدق. ليش؟ اسفه ما مقتنع. خلينا نشوف ان احد شوف احد. هاي اكو مساء الخير. بس المفروض هاي الحلقه هادفه مو تشوفي لك احد. مو انه احنا نريد احد لا كل احنا ما نعرفه. شلون الصحه؟ احنا قناه زوغراس وعندنا برنامج كشف المستور، حابين تشاركين ويانا. اول شيء اعرفك على ضيوفنا الدكتوره يا عيني صدقة حبيبتي ايش قد احبك اموت عليك. شكرا ستي صباح تهيمي اموت عليك حبيبتي ايش حي راسين ان شاء الله يا عيني. ويانا المعالجة الروحانية ابو قصبة كلش حلوة كلش حلوة انت يعني بالحقيقة ويانا المعالجة الروحانية ام عباس. تؤمنين بموضوع السحر والشعوذة وهذه التفاصيل؟ اي والله طبعا انا اؤمن. طيب شنو رايك نخلي ام عباس تاخذ لك خيره؟ والله يا ريت والله كيف اكيد سامعة ابو عباس. اي سامعة بيها بس بالتواصل يعني بالتواصل الاجتماعي دوكلي نايبة عاد روحي السوشيال ميديا بس شويه اخاف مش بيش قابل ابو عباس خاف من عيني ماني مش شوكلتي بعد روحي وشيلي هالجمال ايش قد ابو عباس دائما بالتواصل الاجتماعي دائما على الفيس وعلى السوشيال ميديا بس انا ما شايفتها بالحقيقه شوفيها بالحقيقه عيني شوفيها حياتها دما ولحما وجسدا جيبي ايدك
يما ايدك بارده. اي طبعا الجو بارد. بس من شفت الدكتوره هيك صار بيك جمت عيني. ها الجو بارد بارد حبيبتي. نعم. انت عندك ثلاثه. صحيح. اي عندك اثنين بنات وعندك ولد. وقبل ثلاث ايام او اربعه انت يعني شلون صارت عندك حاله وانهاريتي. زين لانه ابني تسافر. هاي كلها صدقتي ايش ما ادري صحيح هاي المعلومات هاي الامور إيه اكيد غير ام عباس ام عباسي شويه زين ومن اثر هاي تطلعت وانا اعرفه لا مستطر علم التفقات اصدق على راسي خل احكي زين لا على دن ابدا انا ما اعرفها وعلى اثرها نقلوك للمستشفى وحتى السكر مالتك ارتفع عندك 480 انت شنو داخل بتفاصيل حياتي غير ام عباس غير اني ما احكي ايش قالوا لك ابو قصبة يعني انتم برنامج هسه انتم اي احنا برنامج مستضيفين ام عباس يمنا فاذا نحكي عنه يعني رجاء يعني التصوير انا ما اريد يعني لا تخافي ما يصير هذا كله لا لا نوقف هسه المهم هذا كلامي صح اي كليته صح انا اعرفك لا ما شايفتك انا ما اعرفك بس انت من قلت لي هالمعلومات كلها صحيحه يعني جزء تعرفيني ها مدام ايش قلتي لا حبيبتي ما اعرفك ها حبيبتي دكتوره كله مضبوط كله مضبوط 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 ممنونين منك اني تفاجئت يعني ممنونين منك احنا حبيبتي انتظريني من يخلص البرنامج اعطيك رقمي وتعالي لي حتى ارجع لك ابنك لان انت كلش مقوره عليه صار صار 10 دفاتر يلا حفظك شكرا يلا حبيبتي كم دفتر ترجعي تصورون اريد نصور واني دا تقول لها انتظريني ارجع لك الولد زي ليش ترجع الولد خليه عايش حياته يعني لا خطيه مسكينه كلش تعبانه مبينه ومقهوره على ابنها زين من تردين ترجعين ابنها ايش قد حتاخذين مبلغ مادي هاي انا وياها ما اقدر احكي بهالموضوع يعني مو لوجه الله تردين انت تراجعين هسه انطيك ها لا لا عندك رقمي انا اقتنعت اعطوني رقمها عند البيت شنو رايك باللي صار؟ اقتنعت تمام مقتنعه بك ليش؟ كيفي عود ما يخالف اخذ رقمك انطيك رقمي وانطيك قلبي وانطيك عيوني علي لحجيج ليش ما تراجعيني ليش انا ايش سوي ليش ما راجع رياجي احنا نسوان بينا انطيتش خرزه ها دخلها هو يا اخي عيرك بسرعه طيات ركلاوات هاي الخرزه مالته لا جيبيها لا جيبيها جيبيها ليش راح اخذ الخرزه اقول ليش ليش طيني حتى اقول لك خذها قوم خذها طيني اياها عين جيبيها تفضل هاي الخرزه رستن عيرتها للمره واخذتها منها قريت عليها دير بالك ليه لزمها الكمر الكمر لزم هاي الخرزه والله تقول شيخ مين جايبي زين الشيخ هسه شو شنو انطيت اياها شنو رجعت اخذتها؟ لانه كمر ولزم هاي الخرزه راح احطها بقلبي يعني لا تقبل تعطيها محبسك ابو الطلقه من زمان احبها ولا تقبل الخرزه اخذتها ماني ما احبك اللي لزمها كمر ولزمها لا تقولي لعمو ربع عندي شباب بعد عمك تبين اشوف فيك الفرات صدقيني الله واني دجله هاي المسلسل مال هوا بغداد مال هوا بغداد انت دجله انت دجله اشوف فيك شنو حلكمر سؤال انتم ليش جاي من الروحانيين بيناتكم انتم ما يعني ماكو صحبه بيناتكم هي هسه ما مقتنعه بي مقتنع بيهم عباس؟ لا ما مقتنع شفتي؟ انت مقتنع بهم عباس؟ كذاب ام عباس لا مو كذاب بس حكت كله صدق يعني صدق مطيتش يعني مو قدامك لا, لا لا مو قدامك هسه اخذت للمره اخيره وطلع كلامها اي هاي ايه؟ صارت صدفه لان عندها جني حضور زينة الجني والجني مالتك ايش انت عندك جن حضور وياك؟ طبعا عندي عشراني هسه بتوقيكم خاف بدبي عفتهم لا لا جيبهم وياي ها جايهم صحة 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 شيخ هذا الجني اجى وراك وراك باع اموت الجني ذا جعلك شوف شوف اجاك اجاك باع وراك لا تهتمين شوف البزونة باوع شوف اجاك صيحة باوع جدك اي تعالي ماما تعالي كل الجني يروح لك فدوة اي باع باع اجي لبسك راح اوفيها هاي هيك اوفيها هاي مو جني لو لا شو اللي تريدين يمك اي ان شاء الله صباح انت لحد الان مثاقة ولا بأي حرف ابدا مجرد انه الماء من ام عباس اخذت خيرة للمرة اي بس هذا اي اذا المرة ما تعرفها لا مستطرقة انت شفتيها ما نعرفها وانا اللي صحيحة جني جني راح وانت هسه اصبر راح نخليك تاخذ جني ما اريد ما اريد ليش؟ ضايج من زوج مرتي صار 20 سنة ما لابست لي هيك قاط مرتي لا تخلص شيخ مظلومان
20 سنه متزوجها ما لابست لي شقاق. زين هسه ام عباس اجت ناس مستطرقين واخذت لهم خيره وطلعت كلام. هو شيخ لبابا نويل يعني انا افتهم. اعتبريني محبس بيدي كاني. ان شاء الله. زين ام عباس اخذت خيره للمراه ولا تعرفها ولا اي احد يعرفها وحكت لها كلام صح والمراه ذهلت بيها. هل انت هم عندك قدره وامكانيه مثل ما ام عباس اخذت العالم انت همينا؟ طبعا. وتصدمنا مثل ما صدمتنا؟ شنو اسم امي؟ اسم امك؟ تعادي قوله على الكاميرا يعني؟ عادي ايه قوله. اقوله؟ اي والله قوله. ما اقدر اقول اعطيك حرف ولا اسم امك؟ يلا قول. يبدي بالا ولا عليك هاي ولا يلا هاي هاي صدق مو صح لو لا؟ لا والله شوف هاي او ابسط شيء بس خل اسال الجني احضر وراح راح الجني راح الجني خليني اشوف عالم مدى يعني اكو عائله خليني اشوف عوف يعني بحالي ها يعني انت ما مقتنعه على ليش مستضيفته بالعكس انا اريد العالم حتى تشوف مساء الخير شلون الصحة والعافية؟ احنا قناة زاغروس وعندنا برنامج كشف المستور عندنا ضيوف اعرفكم عليها السلام عليكم يا اهلا وسهلا هلا حبيبتي شلونك؟ المعالج الروحاني ابو قصبة والمعالج الروحاني ام عباس تؤمنون بموضوع السحر والشعوذة والخيرة وهاي السوالف؟ والله يعني شوي يعني مو كلش انت كبنية شنو رأيك؟ يعني تقريبا احب اشوف وهيك بس مو كلش اؤمن بهم يعني ايش رايك نخلي ابو قصبه ياخذ خيره يلا يلا يا شيخ شوي انا صحتي ما تعيني بس واحد قاموا قاموا من يشوف هذا القمر الخاطر هذا القمر حتى تثبت لها كل الصحه ترجع له شيخ كم تعبان هسه انت ما تثقين بي ابد هم ذول اعرفهم اني بجوز لا لا عباس ذول اعرفهم اني لا تظلمين حظك شوف اختك منا فايتين وانا صحتك عمي تعرفني؟ لا ما شايفك بنت تعرفيني؟ لا والله اول مره اشوفك لا تعرفين روحاني بالخليج بالعراق ما يعرفوني يعرفون مثل ذولي النماذج التعبانه دكمل لنا واخذ الخير شنو اسمك؟ علي جدك شو اسمه؟ علي عبد الله ابوي جدك جدك مو ابوك جدي حسين اسمه حسين ارفع راسك هيجي سونار تعرف ساعة احنا شنو ناخذ خيره لا تستهزئين بينا دكتوره لا هسه اخذ خيره يعني بس واع بعيوني ايه انفخ انفخ بوجهي ايه ما ابيك جن الحمد لله بس مسحور تعرفون هاي الحلوه شو تصير من يمه؟ ايه شو تصير من يمه؟ بنته مبينه مبينه هاي زوجته اي فعلا صحيح زوجتي صحيح ايوه على حب الحمد لله على حب يعني انا فرق العمر ما توقعت توقعت بنته مو مهم يعني زوجته. العمر مو مهم مو مهم خطا زوجتك الاولى ليش عايفه ما عايفه موجوده لا موجوده بيتها مو يعني ما ابنك ليش عايفه دايح بالشوارع مو بالكليه دايح بالشوارع شنو ها ابنه دا يدرس كليه يدرس كليه ابنه داوم كليه الكليات الحكومية مو بالكلية حكومية ايه. وماخذ سيارة بخمس دفاتر زوجتك الثانية ايه شنو يعني؟ فعلا ماخذ لك سيارة بخمس دفاتر ايه بعيد ميلادي عيد ميلادي وابنه دايح بالشوارع ليش دايح؟ دا يدرس ابنه نزل ايدك نزلها 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 ايدك نزلها انت مسحور بطنك كلها سحر يابا شكله سحر شاكو شاكو سحر شنو؟ سويت له سحر انت انت متاكد من نفسك؟ ايه متاكد روح عيني روح شنو روح؟ شيخنا شنو هذا من بعدك؟ يسوي مشكلة يا بنت يسوي مشاكل اني من عندك شيخ روح لا تطلع سحر ولا شيء انا اعتذر منكم بعد اني اللي اعتذر من عندك وجزيل الشكر عليكم يلا يلا امهات السحورة يا شيخ شنو هاي شيخ؟ هذا الوضع والله يعني معرفة. انت سببت مشكله بين العالم ما اعرف اكذب اني انت تكذب اهدى شنو تكذب شو الكلام هذا انا ما اعرف اكذب يعني ما فكرت انه هذا الموضوع اللي سويته تهجم بيه بيت البنيه هي وزوجها اي ما اعرف اكذب اني ابو قصبه كل الناس تعرفه مو كذاب زين لو لا انت مع عباس شنو رايك بالموقف يعني هو هسه ترى سبب مشكله بيناتهم والبنيه اخذتها وراحت سالت ام عباس الدهدر الجدر ولقى قبقه اي بس البنيه ترى كانت يعني تريد تتجاوز عليك ومقامنا العمر اذا ما تكسب السحر
واذا هذا مات بسبب السحر. يعني تتوقع هسه هم اقتنعوا انت الكلام اللي قلته صحيح؟ أيه. يعني هي اللي هم يقولون انه كلامه صح، ماخذ لها السياره، انه هاي زوجته احنا تفاجئنا عباله بنته، بس انه انت بنفس الوقت سببت مشكله، شنو رايك؟ أنا ما مقتنعة، ليش إنه أنطي رأيي؟ لا شنو رأيك بالمشكلة اللي قببها بين العالم؟ هي ما عايشين على هالمشاكل، هم شلون عايشين؟ يعني آسفة مو حضرتك على شنو عايشين؟ حبتني، كانت مو حضرتك يعني برتني، يعني يعني برتني من الموضوع. والله اسكت بابا نويل. ليش بابا نويل؟ والله اسكت عيب هاي لا تطلع. أنا هسه إذا توقفون تصوير عندي كل مرة أقولها أوقفه. وقفوا التصوير هذا لا يطلع يتي اعلن الزواج من يمها وكل ملاك سجلها باسمي. يعني انت ما تعلن، انت حاي انت تخطب. هاي الكم وحده مقشمرها؟ اني ايش كم بنيه جايتك وتقشمرها فعلا الزواج. انه دائما ترى اهل السحر والشعوذه ونذاله. اسف هسه ما يصورون، يعني شوف البنات شلون يقشمروهم هيك اشكال. ما اقول لك انه هم معروفين عنهم انه يحجون بهاي التفاصيل ويتزوج، يعني عندهم بالنسبه له غير اي كرجال. لا بس انت لا كرجال ما يخدمون هاي الامور. اي كالمعالج اهل السحر البنات هواي على داء اسحار. حطيت لك ثلاث دفاتر قرعيه رجع لي يقول لي اعطيك ثلاث دفاتر وقرعيه. كذابه روح امي قالت. زين انت ليش ما تسوي لها سحر تخليها تحبك؟ اي ليش هي مو هي عندها جني لازم اعالجها؟ جني فات منها هسه عندها جني. يعني انت بالبدايه اذا عالجت الجني وسويت لها سحر راح تحبك؟ تقوم تتوسل بيا، تقوم القاها بباب بيتنا وتبكي قاعده بس طلع الجني من يمها. اي زين طلع لها الجني. اسمحي لي. تؤمن بالله؟ سؤال. طبعا. تؤمن برب العالمين؟ طبعا اكيد. طبعا يا ابو رجال مظلوم، شلون تحكي وياي؟ يعني مرته تعيط علي ابو قصبة. زين سوي لها سحر لمرتك وخليها تعيط عليك، خليها محبسة. ما حلوة مرتي. سويها حلوة. شو اسوي؟ شو اسوي؟ وديتها مرت. انا ان شاء الله اخذ التسجيل ولا اراوي لها. اكيد اخليها لازم تشوف الحلقة. ورد اطلقها انا. ها. زين هسه انت تقول في الصباح بيها جني. كم وحدة مقشمر؟ والله العظيم. هاني. سؤال اللي مثلك ايش كم بنية مقشمرها بهاي السوالف؟ ولا بنية. تريد تتزوجها. بالحلال. يا حلال. الشرع بحلل أربعة. بالحلال كلهن. بالحلال اربعة شلون نسوي اربعة ويجون اربعة؟ لا اربعة لو وحدة ثابتة هاي اللي مو حلوة تقول عليها. هاي زوجتي كبيرة بالعمر. اي خطية تأكلت قلبي. هاي ما تفيد بعد كبرت. زين هسه احكي لنا انت مو تقول بيها جني؟ اقوم اعالجها. تقوم تطلع الجني من عندك. شو تقولين في الصباح؟ اسمحي لي لسه اعالجك. تعال. غير تقوميني قوميني. يا اخي السالفة. لا تروح تموت عندي بالحلقة. بويا بويا اخرجوا. بس بلا تصوير اريد اشوف شو يسوي. اخرجوا 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 اخرجوا. والله العظيم اخرجوا اخرجوا. عم باع الشعر ملكة ملكة. هسه تطلع الجني لو تتغازل فهمني. عم ملكة باع الشعر ملكة ملكة. من يال الكوافير عمي لو شغل الكوافير يمك. عمي شغليني يمك كوافير. تعال ملكة تعال. ملكة تعال بدي اشوفك شلون تطلع الجني. اخرجوا. هسه جني لو اخرجوا هاي هواية جن. وعند الجني واحد انت. بعدال اخرجوا. اخرجوا. حببوها بابو قصبة. حببوها بابو قصبة. اخرجوا. لا تنظري لا تنظري لي لا تنظري هذه. تعال تعال لانك حلوه راح يخرب المال الهاي. لا تنظري لا تنظري لي لا تنظري لا تنظري لا تنظري لي. جاي اعالجك من صوت وعن علي. ايش بدك تعالج؟ اخرجوا. وين يخرج؟ والله يا ربي اخرجوا. هذا الجني صعب كلش صعب. اي كلش صعب كلش صعب. ويا جنيه انه بعدها جنيه. هسه جنيه لو جنيه. لا جنيه لا تخمطك عنيده. اخرجوا. شنو هالجمال؟ لا تعال تعال اعطيني محبسك. يم ابويا وعنيني بيضه ثلج. ابويا الحقوني ابويا. ابويا بعد ما اشوف عوينات ابويا. ابويا عوينات ابويا. ويا عوينات ابويا. نرجع ابو اخرجوا والله لحظة. ابويا امي شو مدعنا علي؟ شو مدعنا علي يمه شو مدعية؟ لو تعطيني مرة مثل سي الصباح. السلام عليكم سيد. والله السلام عليكم سي الصباح. والله سبعة ولا صفقة. سي الصباح.
التميمي نورتي الصباح نورتي قناة زاكرو. بس يعني حقيقة ما كنت جمال، اللهم صل على محمد وآل محمد. ينضمون لي أنا زملائنا الممثلين وصفقة ثانية وثالثة للنائبة صباح التميمي. شكرا أبو محمد. شكرا إيش قد أعرف؟ أنت معدلة ولطيفة وجميلة. سلام. الممثلة سجا. بس والله جدتوا يعني أقنعتوني. أبو محمد تعال يمي. شنو اسمك؟ أقنعتوني. أهلا وسهلا. صحيح اسمك اللي قلته أنت لو لا؟ لا 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 هو الممثل ابو محمد. ابو محمد حبيبتي انت ممثله شوي دني زملائي حبيبه قلبي حبيبتي يا يمي حبيبتي انت عمرك شتين دفاتر اي بعد الصباح ارجو المعذره من يمك واسفين اريد نقدم شيء للجمهور نقول لهم لا تروحوا للروحانيين لا تراجعوهم تحبين تقدمين رساله شو تحبين تقولين طبعا رغم انه انا بالبدايه ضجت ايه وزعلت ايه بس قلت خليهم على راحتهم خلي يكملون ايه بعدم قناعتي بالموضوع صراحه ايه لكن هو اللي قلتوا لي احنا على الروحانيات الروحانيات التفاصيل صح بالضبط ابد لا يصدقون هاي كلها اكاذيب ولا تصدقون انه واحد يصنع لكم السعاده هاي كامرتي ويجيب لكم الخير غير فقط رب العالمين وارادتكم وتحديكم لنفسكم وللمجتمع كل شيء تقدرين تسوين أنا كنت أقرأ كتاب أقول مؤلف الكتاب مو أحسن من عندي أنا إلا الكتاب وأصير أقوى من الكتاب وأتصرف هذه سياستي بالحياة مو فقط الإرادة والطموح الإرادة والطموح وأن تثقي بنفسك كوني أنت القوية وأنت الأقوى صباح احنا صرنا 3 ايام اني والسيد المخرج وايناس نسولف يوميه نقول شلون راح نسوي مقلب ويا الصباح التميمي وراح يجي 30 حمايه وياها شلون نقدر ندير هذا المقلب وكل هاي الحمايات موجوده المخرج ترى وحدي المخرج يقول انا اشرد ايناس تقول انا اشرد المعده والبرنامج سوا تقول انا اشرد يعني قلنا 100% من تجي الصباح راح يكون 30 حمايه وياها ثق ما متوقعه غير بس الحب منكم ومن كل الناس أكيد. طول عمري خالي أمامي شيء صالح وشيء ناقي أبدا ما أتوقع شيء مو زين وإذا صار فأني هم أهلا وسهلا الله يحفظك إن شاء الله يعني ما أتأثر كلش الله يحفظك إن شاء الله يكون كلش قليل نعرض الحلقة ولا لا أي نعرضها يعني هو مو قام يتغزل انا اليوم نقلت معاناة الشعب العراقي لان الكل تتغزل بيك لان ماكو اجمل من العراقيين ولاكو انصع من عندهم شنو هاي الكلمات ولا احلى من عندهم الحلو يحب الحلو اكيد والعراقيين كلهم حلوين اخر مره شكرا ليش نعرض الحلقه على هاي الكاميرا أعرض شكرا للنائبة صباح التميمي شكرا لكل زملاء الفنانين انتظرونا باكر بحلقة جديدة من برنامج سحرتوني في أمان الله